بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، حاجة لازم ناخد بالنا منها كتير أوي 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 بيقع فيها الناس اللي بتتعامل في التجارة، اللي في بينها وبين ناس تاني شغل، بتمضي على شيكات، بتكتب عقود. لازم الناس تاخد بالها إن في نوع من الأقلام نزل السوق، القلم ده حبر بيتمسح، القلم ده تمر مش غالي، القلم ده ممكن تلاقيه ب 50 جنيه أو ب 60 جنيه. انا اشتريته ب 50 جنيه من محل من المحلات في القاهره، الحمد لله ان احنا ما عندناش هنا منه. بعد ما بتكتب بيه بيتمسح، فلازم الناس اللي بتكتب العقود او بتكتب اشتراطات او التزامات عليها او على حد تاخد بالها ان هي وهي بتستخدم تستخدم القلم بتاعه، هو تستخدم قلمك الشخصي عشان ما تقعش ضحيه لحد ما عندوش ضمير. ناس كتير ما عندهاش ضمير، ربنا ينتقم منها، لكن خليك انت بقى في الامان، خليك انت تقدر تستخدم ادواتك وحاجاتك. ما دام انت راجل مهم وبتتعامل في التزامات واشتراطات، يا ريت يا ريت استخدم قلمك الشخصي، ما تديش الامان لحد تاني او ما تسلمش نفسك لحد تاني وهو بيضحك عليك وبيستخدم قلم زي ده. القلم ده انا لقيته من فتره في القاهره، تمام، اشتريته من محل محلات القاهره تحديدا كان في عباس العقاد. الحمد لله الاقلام دي بقى لها فتره ما بتنزلش السوق، سالت عليه مره واتنين الحمد لله ما نزلش، بقى بينزل منه القلم الاسود، اهم حاجه الازرق اللي بيتم بيه العقود والحاجات دي. ممكن حد ما عندوش ضمير يغير الرقم، يعني لو حضرتك مثلا عليك التزام ب 1000 جنيه او 5000 جنيه او حتى ب 10000 جنيه، تلاقي نفسك متدبس في 100000 او في مليون. ان شاء الله الفيديو ده توضيح عشان ما حدش يقع في الغلطات اللي الناس كتير بتعملها. هوريكم دلوقتي الطريقه اللي بيها القلم. لا مش عارف الصوره واضحه ولا لا، اهو زي ما انتم شايفين كده كاتب بثلاث انواع اقلام، كلمة أصلا بالقلم الأزرق بس مش القلم ده، كلمة سكر ولوز دي برضو بقلم نفس القلم الأولاني اللي هو الحبر العادي، كلمة على الوعد دي بالأسود باللون الأسود، كلمة الفراق هي دي اللي موجودة بالقلم ده، تمام. أهو برضو للناس اللي مش شايفة دلوقتي هنحاول إن احنا نمسح الكلمة دي. أهو الأستيكة بتاعت القلم حاجة كده، ظهر القلم شبه الأستيكة، تمام، موجودة يعني. هنبدا اهو قدامكم، مش عارف واضح في الصوره ولا لا، اهو ادي مكان الكتابه كأن شيئا لم يكن. ناس لازم تاخد بالها نوع الإقلام ده كان منتشر فترة، ممكن حد يشتريه من بره مصر دلوقتي أو من على مواقع زي أمازون وحتت تاني. خلوا بالكم وأنتوا بتلتزموا إن أنت بتمضي بقلمك، إن أنت مش بتقع فريسة لأي حد ما عندوش ضمير. أتمنى تكون الرسالة وصلت، وأي حد عايز يبعت لي طريقة من طرق النصب الجديدة أو ضياع الحقوق أنا مستعد إن أنا أعمل عنها فيديو ومراجعة. أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين. سلام عليكم.